ليش باقين بالبرلمان؟ ليش البرلمان حلال ومجالس المحافظات حرام؟ بعد خلص سلموها وطلعوا. أبداً أولاً لا لا أولاً أو لا لا أبداً أولاً إحنا رحنا للبرلمان لما كان مو هذا القانون مو سانتيكو، وكانت الدوائر متوسطة، وكان القانون ينطي فرصة حقيقية للنائب المستقل أن يصعد. وكان كلامنا من البداية إنه لو واحد من عندنا، وإحنا يعني الحمد لله مو واحد، كثير من النواب موجودين، لكن لو واحد موجود يصعد إلى النواب رؤوسهم هاي العفنة، وكنا نتمنى أن يجي هاي الناس اللي كانت في السطر الأول دائما حتى يوميا صدعوا رؤوسهم وينالوا من الكلام ما يستحقون لو واحد يبقى بالبرلمان. وأما ليش نبقى بالبرلمان فكن على ثقة يا أستاذ نجم، والمواطن خليه يعرف ترى احنا ما مستفيدين شيء من بقائنا بالبرلمان على المستوى الشخصي، وكل الناس تعرف احنا ما سرقنا ولا تلوثت إيدينا بالمال العام ولا دورنا أي مصالح شخصية ولا أخذنا أولادنا وأولاد وبناتنا ورجولة بناتنا مثل ما قاعد يسوي غير نواب وروحهم للوزراء يستجدون على أبوابهم. هذا كله احنا ما سوينا ولا تغيرت حياتنا ولا سكننا بقصور، بعدنا ببيوتنا اللي قبل 10 سنين ساكنين بيها، ولا تغيرت سياراتنا ولا افترينا دول العالم كلها مثل ما قاعد يصير بغير مكان. لذلك احنا ما مستفيدين، احنا بقائنا حتى نثبت حجر أساس، ولكن طيب. تبقى ورقة الاستقالة موجودة بجيوبنا ربما يجي وقتها. تمام.